الموت الأخير، كلمات وقراءة منى الأخباري. ما الذي أشترك فيه معك؟ فنجان قهوة وطاولة بيني وبينك، كأس ووردة ذابلة، حكاية في أنفاسك، وكلام كعقد انقطع من العنق، أرصفة خريف لحبات اللؤلؤ. هذا الموت الأخير بدون رشفة، ودقائق صمت بيني وبينك، حديث يتسلق من جذوري لقلبك، همس ونفس وأنامل تتسلل لللمس، وعودة للصمت للصوم، وتطهير من الدنس. كل الحكاية هذا اللقاء، وطاولة وفنجان قهوة، كأس ووردة ذابلة، كل الحكاية دقائق لم تكفي للكلام، للصمت، للنظر. كل الحكاية لم أكن أنا أنت، وحب فضحنا أول لقاء، رصاصة طائشة وموت الخوف، ينفق الكبرياء، يعمر المكان بندينة، بمضغة، فوضى، ضجيج، صراخ وراء الأقنعة. الساعة خاوية من مقاعد الدقائق، فرس وفارس يجولان، يقاتلان لبقائي، لغلقي دائرتي فيك، دون موعد، كلام وطاولة ومقعد، كأس ووردة ذابلة، دون جدران وسط ليل ضجيج صامت.